بركة الله، انطلاق رحلة الصحراء الكبرى من محمد الغزلان. هذه الرحلة دي مختلفة على جميع الرحلات اللي كنت كدير من قبل. علاش؟ لأن أول مرة غادي نضرب شي رحلة فيها غير طريق بيست، يعني وسط الصحراء، وسط الرمل، وسط الجبال، وسط الأحجار، طريق مخلطة. كانت انطلاقة من حميد الغزلان المرحلة الأولى، يعني في اتجاه ربوه. هنا في حميد الغزلان ده بلاصة هو آخر مكان معبد. من هنا الطريق كتبدأ يعني فيها الرملة، ولكن على العموم المهم البيكالا كتدوز مزيان. إلا شديتو الطريق اللي على اليمن اللي كتخرج من محمد الغزلان، كاين الطريق جنب الجبل والطريق جهة الواد. جنب اللي على اليمن دائما كتكون اسهل، اللي جنب الواد كان فيها الرملة صعيبة شوية. المهم راه ما كاينش طريق مرسومة نيت رسمية بالضبط، ولكن كاين مجموعة من الطرقات رسموهم الناس ديال السياحة بلي كات كات اللي كيدوزو بيهم. دابا هنا وصلت البور. البور راه هو فيه الحارة تورزا، المهم ديك الشتا اللي طاح تبارك الله الدنيا راه مزيانة هنا. من هنا فين كيسالي البور، وكندخلوا واحد المنطقه اخرى اللي مختلفه على البور من ناحيه التربه ديالها، ولا من ناحيه حتى النباتات. يعني البلاصه المنطقه الاخرى ما فيها لا نباتات لا والو، هي طبيعه ديال التربه مختلفه على الاولى على الرمليه. الطريق هنا يعني مرسومة، هي باينة كتبع الأثر ديال لي كات كات اللي كيدوزو من قبل، ولكن راه كاين بزاف ديال الممرات. بعض المرات كتحير واش نتبع هاد الطريق ولا هاد الطريق. يعني كيف ما قلت لكم غالبا إلا شديتو الطريق على اليمين راه كتكون الطريق اللي جنب الجبل، وكتكون يعني أسهل واخا فيها الصخر، وكتكون يعني يقدر ان البنو يتضرب ولا يتبيس الرويضة، ولكن الا شدينا الطريق اللي على اليسار دائما اقصر يسار كنقربو جهة الواد، كتكون صعيبة بالبيكالا ولا بالموتور. ما الناس اللي كتكاد ما عندهمش مشكل، يعني رباعيات الدفع ما كاينش حتى شي مشكل. اللي كيزيد يصعب الطريق هذه ديال الشقاقة هو بزاف كاين بزاف ديال المسالك، وكاين بزاف ديال لي طاج ديال الروايض اللي دايزين اللي مرسومين في الأرض. يعني كيصعب أنك تلقى الطريق بالضبط اللي غادي يديك الشقاقة من بحال لي بغزلان. هما كلهم كيديو، ولكن المهم يعني كنقولو كاين الطريق لي قريبة شوية كاين لي بعيدة، هو الاختلاف. الاستراحة الأولى كانت في واد النعام اللي وقفت باش نستريح شوية، وكانت الشمس يعني حارة ديك الساعة، و يعني باش ناخذ واحد القسط من الراحة على أنغام الشاي.
دكه معصوره على الجمر. وعدك هنا منطقة ديال الشقاقة اللي فيها هاد المدرسة خاصة بتدريس أبناء الرحل، تم بناءها من طرف جمعية أزالاي. والجميل أن هاد المدرسة رغم بناءها منذ سنوات إلا أنها باقية كما هي، الزاج ديال النوافذ ولا المرافق اللي فيها كل شيء باقي، يعني بحال يلاه تبنات. الشقاقة سبحان الله، الشقاقة خضراء اللهم بارك. وهذه هي الوقيتة المناسبة للناس اللي عشاق الصحراء وعشاق الشقاقة باش تزوروها، راه خضراء تبارك الله. وكنقول لكم مرحبا بكم، راه غادي تستمتعوا إلا مشيتوا في هذه الوقيتة. هذه عرق عبيد الشمس بدقائق. يلا بدك كاش خلينا ها لا صافي شكرا ما توحل اصلا. إلا دابا معاك عمرتو بزاف شوية تيدخل العجينة خمرات دابا نقرصوها. الحجرة ديال الحرة هي دابا كتوجد، باقي ما زدنا لها الدقيق. فين غطي بالخبز راه المهم كلشي لحد الآن غادي بالسلامات. هذه الخبزة ديال الملة من بعد ما طابت. صباح اليوم الثاني بالشقاقة، بالليل كانت الشتا كطيح وكانت الريح، لولا الخيمة كانت الليلة غتكون مكرفصة. من بعد ما فقت جنب العبيد ليا وجمعت وفطرت وجمعت الحوايج ديالي، شديت الطريق ديال الواد في اتجاه بحيرة إريقي. في هذه البلاصة هذه تبارك الله كيف ما كتشوفوا الدنيا خضراء وزاهية، ولكن الطريق صراحة قاصحة شوية، هنا كاين الرملة بزاف، وبعض المرات كيجي صعيب حتى انك تدفع البيكالا وسط الرملة كتبور بانيت ديال البصح. هنا قربت البحيرة الإريقي، يعني هي هذه البحيرة
ومن هنا كاين كيبداو لي ريستورون صغار، كاين القهاوي صغار ولكن مع السياحة ناقصة ما كاينش خاويين هاد لي ريستورون. هادي طريق وسط البحيرة، بزاف ديال الطرقات كاينين هنا وسط البحيرة، ولكن الطريق القديمة راه باقية متراسية. فاش كطيح الشتا راه ممنوع دوز من وسط البحيرة حيت كتعمر بالماء وكيولي صعيب انك دوز وسطها، حتى لي كاتكات كتكون صعيبة عليهم انهم يدوزو وسط البحيرة بحكم الطبيعة ديال التربة اللي فيها. سبحان الله، هنا التربة هادي ما كتنبت والو، تربة مالحة جدا جدا غير صالحة للزراعة. من الشقاقة الفم مسقيط كاين تقريبا 90 كيلومتر، والطريق اللي جنب الواد اللي درت انا كانت هي الاصعب والابعد، يعني ما دام انها صعبة راه تكون بعيدة شي حاجة طبيعية. ما يمكنش الدراجة انه يديرها في نهار واحد الا اذا ما كانش هز الحمولة ثقيلة، الا ما هزش المعونة ديالو وهز المسائل الضرورية، يعني صعيبة تجيبها في نهار واحد، ضروري المبيت غيكون في الطريق قبل ما توصلو في المسقيط. فهاد البلاصة هادي الطريق مرسومة طريق وحدة اللي كاينة، يعني علاش فاش كتكون الشتا ما كتفتحش ليك المجال انك يعني تسوق الطوموبيل ديالك ولا الدراجة في واحد المكان اخر من غير الطريق المرسومة هادي. الطرقات الاخرى كيغبروا، كتبقى غير الطريق الرئيسية هي اللي باينة. من بعد البحيره كنلقاو هاد النوعيه ديال التربه مختلفه، وكاين واحد البوست كونترول هو هذا البوست ديال الميليتير ولكن خاوي. هاد الناس هادو تلاقيت بهم في الطريق، هنا كتبدا الطريق عاوتاني ديال الفراكه. بزاف ديال الاهتزاز، بزاف ديال الفيبرور. هذا اول بير كاين بين الشقاقه وفم مسقيط في الطريق ديال الواد، هذا هو البير الاول. راه عمرت المال هاد الحمير هادو باش يشربوا، كانوا عطشانين وباقي كنعمر لهم الماء. اصلا هادو موالفينش الناس، ولكن مع العطش وداك الشيء يشافوني جيت البير وما يجي وحده يبغاو يشربوا. كاين البير الثاني من بعد هذا تقريبا بواحد 3 كيلومتر. هذا البير الثاني فيه الطاقه الشمسيه، وكاين واحد الغارديان ديال مقابل المحميه القطريين، القطريين والاماراتيين عندهم شي محمية تما مقابل المهم عساس تما غارديان تما فين كاين البير الثاني. امو كتغوت عليه دابا، شافت شي قيرة تما ولا شي حاجة نايضة شي قيرة، المهم هي راه شربات وزادت كتعيط على ولدها ويزيد وصال عليها.
ايه شحال تقيل هاد العود هذا. جريته باش نشرب فيه العافيه باش نطيب العشاء، ولكن العجاج ما خلاتنيش نشرب العافيه على برا نهائيا. اضطريت انني حتى نبني الخيمه عاد نطيب وسط نشعل البوطه. هادشي باش ضروري تكون البوطه وسط، يعني الانسان ملي كيكون مسافر ضروري خصو تكون عندو البوطه صغيره وما تعلقوش على الحطب. يعني كانت الشتا وكانت العجاج ممنوع طيب على برا نهائيا. المهم فاش كنبني الخيمه بالسيف باش وقفتها العجاج ما خلاتنيش نبني الخيمه، يعني يلا كنبني فيها شويه كتبدا طيرها. انا كنجر والعجاج كتجر، انا نجر والعجاج تجر، انا نجر والعجاج تجر. المهم الشجره هي اللي كانت القضيه شويه، ضربت مع الخيمه ودرت لها الوتاد. جميلة طيب طوشت الخيمة تعشيت وجبات عليها. صباح الخير هذا اليوم الثاني، هاد هلا برا كنت العجاج كنت استقطع وتاب الليل كنت استقطع، ولكن حتى فاش كانت كطيح بالليل يعني شي القطرات اللي كانوا كيدوزوا من فوق الشجره الخيمه ديالي كيف ما كتشوفوا هي المنطقه سبحان الله اللي طاحت فيها الشتاء خضراء ناديه، وهاد البلاصه هادي اللي ما فيها ما طاحتش فيها الشتاء هي باقيه واحد البقعه مرسومه سبحان الله مختلفه. الريح كانت مجهده بزاف هي سبحان الله، لما كانت شي خيمه صحيحه نيت راه غادي تطير. شوف كيفاش كدير لها العجاج اللهم بارك. وما كاينش شي بلاصه اخرى فين غادي نبات انا قبل كان عليا انا الشتا كانت كطيح مجهده وكان شي بلايص كاع كيزلقوا. إنها تمطر، يا سلام، واحد الليلة كانت سبحان الله، الحجاج، الشتا، أطلقت الناس على واحد الطلحة، واحد الشجرة ديال الطلح، المهم كانت بعيدة، كان يعني شوية العجاج، ولكن الشتا. فاش وقت لقيت تحت الناس واخا كنقطي حشتا على الطونط، المهم كانت سلامات. هادي هي الدخلة ديال في مسقط، من جهة الشقاقة هاهي في مسقط. مصورتش فيديوهات بزاف حيت ما تيشارجا ليا التليفون.